بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة بعنوان انكسار الضوء. في هذه التجربة سنقوم بدراسة ظاهرة الانكسار للضوء، ومن ثم تعيين معامل انكسار لقالب من الزجاج باستخدام لوح الفلين، ثم حساب الإزاحة الجانبية لهذا الشعاع أو الشعاع الخارج نظريا وعمليا. الأدوات المطلوبة: لوح من الفلين، متوازي مستلط زجاجي، قلب رصاص ومسطرة ومنقلة ومجموعة من دبابيس التثبيت. يحدث انكسار للشعاع الضوئي عندما ينتقل ما بين وسطين شفافين. هذان الوسطان مختلفين في الكثافة، وبالتالي يحدث اختلاف لسرعة مرور موجات الضوء عند مرور هذه الموجات في أحد الوسطين عن الآخر، مما يؤدي إلى تغير اتجاه لهذا الشعاع الساقط. وحيث أن سرعة الضوء في الهواء هي أكبر سرعة ممكنة للضوء، أي أن سرعة الضوء في أي وسط شفاف هي أقل من سرعته فين؟ في الفراغ. وبالتالي معامل انكسار المطلق لأي وسط شفاف، معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف، هو عبارة عن النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في هذا الوسط الشفاف. أي أن معامل انكسار المطلق أو معامل انكسار N يساوي سرعة الضوء في الفراغ اللي بنرمز لها برمز C على سرعته في هذا الوسط. وحيث أن كلا السرعتين لهما نفس وحدة القياس، فإن إن ليس له وحدة قياس، أو معامل الانكسار ليس له وحدة قياس. وعندما ينتقل شعاع ضوئي من وسط كثيف ضوئيا إلى وسط أقل كثافة أو أضعف ضوئيا أو وسط ضعيف ضوئيا، فإنه ينكسر عند نقطة السقوط على السطح الفاصل ما بين الوسطين، ويكون مقتربا، ويكون عملية الشعاع المنكسر يكون مقترب من العمود المقام على السطح الفاصل أو عند هذه النقطة التي حدث عندها انكسار. وذلك يحقق قانون سنيل، والذي يعطى بالعلاقة N1 سين سيتا بيساوي N2 سين R، حيث N1 معامل انكسار الوسط الأول، N2 معامل انكسار الوسط الثاني، سين سيتا أو سيتا زاوية السقوط الوسط الأول، و R زاوية الانكسار في الوسط الثاني. أي أن معامل انكسار الوسط الأول في سين زاوية السقوط يساوي معامل انكسار الوسط الثاني في سين زاوية الانكسار. وإذا كان الوسط الأول عبارة عن هواء، فإن N للهواء أو معامل انكسار الهواء بيساوي واحد، وإذا كان معامل انكسار الوسط الثاني إن اتنين هو مادة زجاجية، فإننا نرمز لها برمز NG، حيث NG هتساوي زاوية السقوط سين زاوية السقوط في الوسط الأول على سين زاوية الانكسار التي حدثت في الوسط الثاني. ومعامل انكسار بيعتمد على نوع الوسط الذي سقطت فيه الأشعة أو الذي يتواجد فيه المادة أو الوسط الشفاف. يبقى معامل انكسار بيعتمد على نوع الوسط الموجود فيه المادة الكاسرة أو الوسط الكاسر، وعلى الطول الموجي للضوء الساقط. في هذه التجربة سنقوم بحساب معامل انكسار متوازي مستلط زجاجي أو قالب من الزجاج من خلال وضع المتوازي المستلط على ورقة بيضاء موضوعة على قطعة من الفلين، وبتحديد أوجه متوازي المستلط على الورقة، ثم رفع متوازي المستلط ورسم عمودي على أحد أوجه هذا المتوازي المستلط الذي رسم على الورقة، وليكن
يكون عمودي على هذا الوجه عند النقطة B، ثم وضع دبوس رقم واحد ورقم اثنين عند النقطة A وعند النقطة B، بحيث يكون AB والعمود المقام أو العمود أو الخط المستقيم العمودي على أحد الأوجه زاوية سيتا. ثم نقوم مرة أخرى بإعادة متوازن المستلات في مكانه تماما، ونقوم بوضع الدبوس رقم 3 عند النقطة C، بحيث هذا الدبوس يخفي الدبوس رقم 2، يخفي الدبوس رقم 2 ورقم 1، بحيث يكون الدبوس رقم 1 و2 على استقامة واحدة من خلال النظر من خلال قالب الزجاج. ثم نقوم بوضع الدبوس رقم 4 ثم نقوم بوضع الدبوس رقم 4 بحيث يخفي الدبوس رقم 3 والدبوس رقم 2 والدبوس رقم 1، وذلك بالنظر من خلال متوازن مستلات الزجاجي. ثم نقوم برفع الدبوس، ثم نقوم برفع متوازن مستلات، ونرسم أو نوصل الخط A و B والخط C و D، ونقوم برسم عمودي على الوجه الآخر للمتوازي المستلات المرسوم على الورقة عند النقطة C، ونقوم بتعيين الزوايا سيتا و R وزاوية الخروج سيتا داش، وزاوية السقوط R داش داخل المتوازي المستلات، ونقوم بتعيين ثم نقوم بتوصيل الخط AB ما بين الدبوس رقم 1 والدبوس رقم 2 و C و D ما بين الدبوس رقم 3 والدبوس رقم 4، نقطة الدبوس رقم 1. ثم نقوم بتوصيل النقطة A والنقطة B ما بين نقطة الدبوس رقم 1 بعد إزالته ونقطة الدبوس رقم 2 بعد إزالته، ونقطة C و D أي ما بين نقطة الدبوس رقم 3 بعد إزالته ونقطة الدبوس رقم 4 بعد إزالته، ثم نوصل النقطة B و C ونعين كل من الزوايا A زاوية الانكسار داخل المستطيل وزاوية السقوط داخل المستطيل هي R داش وزاوية الخروج سيتا داش. في هذه التجربة سنقوم بحساب معامل انكسار متوازي مادة متوازي المستلات أو الزجاج المكون لمتوازي المستلات أو قالب من الزجاج
وذلك بوضعه على ورقة بيضاء، ثم تحديد هذه الورقة البيضاء في هذه التجربة سنقوم بإيجاد معامل انكسار مادة الزجاج المكونة المتوازن مستطيلات من الزجاج، بحيث يوضع قالب الزجاج أو متوازن مستطيلات الزجاج على ورقة بيضاء موضوعة على قطعة من الفلين، ونقوم بتحديد باستخدام المرسم نقوم بتحديد أوجه متوازن المستطيلات. ثم نقوم برفع متوازن المستطيلات من مكانه، ونقوم برسم عمودي على أحد أوجه قطعة مستقيمة عمودية على أحد أوجه متوازي المستطيل المرسوم، وليكن عند نقطة B. ثم نقوم برسم زاوية حادة رأسها عند النقطة B، ومحصورة ما بين العمودي على أو المستقيم العمودي على ونقطة A. ونقوم برسم القطعة المستقيمة AB، ونحدد أو نعين الزاوية سيتا، ونقوم بوضع دبوس رقم 1 عند النقطة A ودبوس رقم 2 عند النقطة B، ونرجع أو نعيد متوازن المستطيلات مرة أخرى في مكانه تماما، ونقوم بتثبيت الدبوس رقم 3 بحيث يكون الدبوس رقم 3، أو بالنظر للدبوس رقم 3 من خلال متوازن المستطيلات فإنه يخفي خلفه الدبوس رقم 2 ورقم 1 من خلال، وذلك بالنظر من خلال متوازي المستطيلات. ثم نضع دبوس رقم 4 بحيث وليكن عند النقطة دي، بحيث يخفي الدبوس رقم 3 والدبوس رقم 2 والدبوس رقم 1، وذلك بالنظر من خلال قالب الزجاج. نقوم برفع قالب الزجاج وإزالة الدبابيس ورسم الخط B وC ما بين الدبوس، مكان الدبوس أو نقطة الدبوس رقم 2 والدبوس رقم 3، والدبوس رقم 3 والدبوس رقم 4 ما بين C وD، ونقوم برسم عمودي على أحد أو الوجه الآخر لمتوازي المستطيلات بحيث يكون مثلث رأسه عند النقطة C، عند النقطة C أو عند رأس أو عند مكان الدبوس رقم 3، ونعين زاوية الخروج سيتا داش، ونعين زاوية الانكسار R، ونعين زاوية السقوط داخل المستطيل R داش، ونوجد قيمة أو نوجد قيمة D small والتي تعبر عن مسافة حركة الشعاع أو مسافة الشعاع، حركة الشعاع داخل متوازي المستطيلات، أو هي المسافة، مسافة الضلع متوازي المستطيلات. من خلال علاقة سنيل أو قانون سنيل فإن NG بتساوي ساين زاوية السقوط على ساين زاوية الانكسار، فيمكن تعينها من خلال معرفة السيتا والآر. ثم نقوم برسم عمودي على ثم نقوم برسم امتداد الخط AB على استقامته حتى الضلع المقابل من المستطيل المرسوم بهذا الشكل، ونقوم برسم عمودي على هذا الخط المرسوم من النقطة C،
وبين اهو عمودي على هنا، هنا زاوية قائمة هنا. ونقوم بحساب الإزاحة الجانبية عمليا، وهي عمليا تساوي مقدار هذا الخط الواصل من النقطة C وحتى النقطة وحتى امتداد الخط أو القطعة المستقيمة AB، المسافة دي تساوي قيمة الإزاحة الجانبية عمليا. وبمعرفة دي سمول اللي هو عرض متوازي المستطيلات، نقوم بحساب الإزاحة الجانبية نظريا من خلال العلاقة دي كابتل، أو الإزاحة الجانبية نظريا تساوي دي سمول أو عرض متوازي المستطيلات في ساين زاوية السقوط زائد زاوية الانكسار على كوزين زاوية الانكسار. ونكرر هذه العملية مع زوايا سقوط مختلفة ونسجل النتائج في الجدول، تختلف باختلاف سي سيتا وبالتالي تختلف قيمة الار، نحسب ساين سيتا وساين ار ونقوم بحساب معامل انكسار مادة الدجاج ونقوم بحساب الدي عمليا والدي نظريا في كل مرة.